هذا الوفد الليبي قد وصل في هذه اللحظات برئاسة رئيس البرلمان عقيل الصالح. إذن رئيس البرلمان الليبي عقيل الصالح وصل في هذه اللحظات. الأمير تركي بن عبد الله أمير منطقة الرياض في استقبال أو في مقدمة المستقبلين مستقبلي رئيس المجلس النواب الليبي، وقد وصل للتعازي بوفاة الملك عبد الله يقدمها للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. وطبعا الوفود ستقدم أو ستتوافد إلى الرياض اليوم وغدا خلال الساعات المقبلة. يتوقع أن يصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الثلاثاء إلى الرياض لتقديم التعازي. الرئيس الفرنسي كان موجودا أمس، وأيضا المصري، ومعظم قادة ودول ورؤساء الدول العربية توجهت إلى الرياض لتقديم التعازي ولمقابلة الملك سلمان بن عبد العزيز. أكثر من 10 ساعات يوم أمس استقبل المطار العشرات الطائرات، وكانت تحمل الوفود المعزية من كل حدب وصوب من دول العربية والغربية لتقديم التعازي للملك سلمان بن عبد العزيز بوفاة الملك عبد الله.